السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في روضة إنسان النموذجية. اليوم يا حبيبين راح نتعلم مادة التربية الإسلامية. مادة التربية الإسلامية لطلاب الKG1. طبعاً يا مس اليوم حصتنا راح تكون مراجعة عامة. إيش يا مس يعني مراجعة؟ يعني يا مس نراجع المعلومات أو الدروس السابقة اللي إحنا أخذناها في مسبق. خلينا نشوف. أول إشي يا مس رح نتعلم أو رح نراجع أركان الإسلام. يلا نحكي مع بعض يا مس. أركان الإسلام خمسة. أركان الإسلام خمسة. مين الشاطر اللي بتذكر ما هو أول ركن من أركان الإسلام؟ الشهادتان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني يا مس إنه إحنا مش لازم نعبد غير رب العالمين. أشهد أن محمد رسول الله يعني نشهد أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. أحسنتم. إذا أول ركن من أركان الإسلام الشهادتان. الصورة الثانية إيش عندنا يا مس؟ صورة طالب يصلي على سجادة الصلاة. إذا الركن الثاني إقامة الصلاة. إقامة الصلاة يعني إيش يمس هنا؟ نصلي خمسة صلوات في اليوم. مين الشاطر يحكي لي ما هي الصلوات الخمس؟ اللي هي صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. خمسة صلوات في اليوم أنا بدي أصلي. هاي هي الصلوات يا مس. أحسنتم. إذا أركان الإسلام خمسة. الشهادتان، إقام الصلاة. الصورة اللي وراها إيش هي؟ نيجي نطلع إيتاء الزكاة. أحسنتم. شو يمس يعني إيتاء الزكاة؟ يعني الأشخاص اللي وضعهم المادي منيح، الغنيين يمس أو القادر على إعطاء أي شيء لأي شخص فقير، فهم شو لازم نعمل؟ إنه الشخص الغني لازم يساعد الفقير. يعني ايش هنا؟ يتصدق عليه ببعض الاموال، مش كل الاموال يمس، ببعض الاموال. يتصدق ببعض الاموال لهذا الشخص الفقير. طبعا هنا التصدق وهي الاشياء انا بتكون لرب العالمين، يعني لله سبحانه وتعالى. انا لما اطلع قرش بطلعه لله، ما بطلع مثلا للاشخاص، لله سبحانه وتعالى. وهون رب العالمين بنطينا اياهم اضعاف مضاعفه غير الحسنات اللي بيعطينا اياها رب العالمين. بنطينا كثير حسنات وان شاء الله بدخل الجنه. اذا اركان الاسلام خمسه: الشهادتان، اقامه الصلاه، ايتاء الزكاه، وايضا عندنا الصوره هون صوم رمضان. احنا هسه بنصوم رمضان ولا ما بنصوم يا كيجي؟ بنصومه. اذا هون عندنا هذه العائله تجلس على السفره عشان يتناول وجبه الافطار. طب يا حبيبي احنا من متى لمتى بنصوم؟ بنصوم منذ طلوع الفجر حتى غياب الشمس. منذ طلوع الفجر حتى غياب الشمس بنصوم يمس عن اكل، بنصوم كمان عن الشرب وعن اي شيء ممكن يدخل ايش؟ يعني اي نوع من انواع الاطعمه، من ما بناكل يمس. هاي الفترة غير اني انا بدي اصوم عن الطعام والشراب، كمان بدك تصوم يمس عن لسانك، مش لازم مثلا انا صايم اصير اتفشش واصير مثلا ازعل امي، ازعل ابوي، ازعل صاحبي، لا يمس، انت بدك تحفظ كمان لسانك، بدك تصوم عن اللسان، عن الطعام، عن الشراب، عن كل شيء. اذا حكينا الشهادتان، اقامة الصلاة، ايتاء الزكاة، صوم رمضان، واخر شيء عندنا حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. شو يعني لمن استطاع اليه سبيلا؟ يعني الشخص القادر، مثلا في عندك شخص ما معوش مثلا المال الكافي ليذهب الى الحج، فهنا عادي يمس. اللي قادر، اللي صحته منيحه، مش ضروري مثلا الاشخاص اللي تعبانين كثير ومريضين كثير انه يروحوا على الحج انه لازم يروح، لا يمس. الشخص القادر يجب عليه الذهاب الى الحج، الشخص القادر. هاي هي مراجعة أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة. عندنا كمان يمس الدرس الآخر رح نعمل له مراجعة آداب الحديث، وهو هذا الدرس كثير مهم مشان هيك أنا حبيت أعمل له مراجعة. ليش يمس مهم؟ في عندنا ثلاثة نقاط رئيسية رح نحكي عنها. أول شيء أنظر وأستمع إلى من يحدثني. معناته هون يمس أي شخص بده يحكي معي أنا مش إنه أدير وجهي عنه وما أحكي معاه، لا، لازم احنا نحترم الكبير، نحترم اي شخص بيتحدث معنا، نتطلع بعيونه،
وكمان ايش نستمع له الانصات، الانصات للحديث، مش كل شيء راي انك تروح تقاطعه، هو بيحكي معك وانت تقاطع الحديث، ما بصير احنا نقاطع هذا الحديث، لازم تستمع للحديث للاخر، واذا انت عندك اي راي عادي بامكانك انت تعقب عليه وتحكي معاه بكل صراحه وكل صدق. هسه رح نحكي عن الصدق. اصدق في حديثي واعتذر عند الخطا، شو معنى اصدق؟ يعني انا بدي اتكلم او اتحدث عن ايش؟ عن كل شيء بحياتي اللي هو بصدق، انا مش لازم اكذب، مش لازم نقعد مثلا ما نحكيش الكلام الصحيح، ما انه اقعد اكذب في كلامي او في حديثي، ما بصير انه احنا نكذب لانه رب العالمين بحط لنا سيئات اذا احنا نكذب، وكمان الناس اللي جنبك بتصير ما تثق فيك، اهلك ما يثقوا فيك، اما اذا انت كنت صادق كل الناس بتصير تحمد فيك، يعني تكسب سمعه حسنه في هذه الدنيا، وايضا كمان تاخذ حسنات على الصدق. ومين كمان يتصف بالصدق؟ قدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقب بالصادق الامين، فاحنا قدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لازم ان احنا نكون ان شاء الله نتبع هذه الصفه، كلنا لازم نتبع الصفه هاي اللي هي الصدق في الحديث، واعتذر عند الخطا، ان نحط خط تحت اعتذر. يعني في عنا للاسف البعض وليس الكل، انا ما بعمم بحكي على البعض، في عنا بعض الاشخاص لما يجي مثلا يعتذر يعمل مثلا خطا ما بيحمس ببادر وبعتذر عن خطاه، فهذا الشيء مش لازم نعمله. انا اذا غلطت مثلا لازم اول شيء اروح اعمله اعتذر عما بدر مني، لانه الاعتراف بالذنب فضيله، الاعتراف بالذنب فضيله، لازم تكون واضح، لازم تكون صريح، لازم تكون انسان صادق، وكمان مش لازم تكذب، وكمان اذا انت غلطت روح واعترف، ما تكابر يمس، وانت لازم تروح تعتذر عن هذا الخطا الذي بدر منك، لازم انك تروح تعتذر. هون رب العالمين ايش بصير؟ بيعطيك حسنات اكثر لانك انسان صادق، وايضا كمان الشخص المقابل انت اعتذرت منه بنبسط منك لانك انت انسان صريح، يعني كسبت سمعه حسنه. نيجي نطلع على النقطه الثالثه، اتحدث بصوت هادئ ومنخفض. شو معنى اتحدث بصوت هادئ ومنخفض؟ يعني هون يمس انه انا لما اجي احكي مع اي شخص اخر بحكي بهدوء بركازة وما بعلي صوتي ولا بخفض صوتي على الآخر، ما بتعلي صوتك ولا بتوطي صوتك على الآخر، بتحكي أو بتتكلم عفوا تتكلم بصوت معتدل. شو يعني معتدل؟ يعني صوت يعني مسموع، أقل ما فيها إنه الأذن تسمعك، الأذن تسمعك. أتحدث بصوت هادئ ومنخفض، إن شاء الله تكونوا عرفتوا هذه النقاط الثلاثة الرئيسية عن أداء الحديث وكمان يمس تلتزموا فيها. عندنا اخذنا كمان في الحصه السابقه انشوده محمد نبينا، انشوده محمد نبينا، رح ننشد هاي الانشوده مع بعض هسه احنا، وبعد هيك رح اسالك المثال اشوف اذا انت بتذكر اللي حكيته او لا. يلا يا حلو. محمد نبينا امه امينه، محمد نبينا امه امينه، ابوه عبد الله، ابوه أبو طالب عمه كان بيخفف عنه، أبو طالب عمه كان بيخفف عنه، ستنا حليمة مرضيعتنا بينا، ستنا حليمة مرضيعتنا بينا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا محمد هو نبينا، أمه آمنة، من أبوه؟ أبوه عبد الله، جده عبد المطلب، من مرضعته؟ حليمة، من مرضعته؟ حليمة السعدية. طب مين عمه؟ أبو طالب عمه كان بيخفف عنه، يعني أبو طالب هو عمه، ومرضعتنا ستنا حليمة، حليمة السعدية هي مرضعة نبينا، وبالنهاية لازم نحكي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لازم نصلي على النبي، لانك اذا صليت على النبي الصلاه رب العالمين يصلي عليك 10 صلوات وتاخذ 10 حسنات وبيمسح عنك 10 سيئات، وهيك ان شاء الله تكونوا فاهمين هذه المراجعه. يعطيكم الف عافيه، مع السلامه.